لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما في سورة الأحزاب فقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول الشيخ رحمه الله: لا منافاة بينه وبين قوله في آخر الآية إن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني يشير الشيخ إلى موضع الإشكال هنا، وهو أن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختمت سياق الآيتين بقوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا، في حين أن المخاطب هو النبي وحده صلى الله عليه وسلم. فهنا قوله إن الله كان بما تعملون خبيرا بصيغة الجمع لدخول الأمة تحت الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدوتهم كما سبق بيان ذلك مستوفا في سورة الروم. في أي موضع في سورة الروم؟ يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في خطابه الخاص أمته: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إلى قوله تعالى إيه؟ منيبين إليه واتقوه. منيبين إليه، مع أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دخل في خطابه الخاص الأمة كلها بدليل قوله بعد ذلك: منيبين إليه واتقوه، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه الآية الكريمة تدل بفحوى خطابها، يعني بمفهوم الخطاب أو مفهوم المخالفة، أنه لم يجعل لامرأة من قلبين في جوفه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، المنطوق لرجل، لكن المفهوم يدخل فيها أيضا إيه؟ أيضا أن المرأة لم يجعل الله لها قلبين في جوفها، في جوف واحد. وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك، وكما لفتنا النظر من قبل مرارا دائما نلاحظ في كل موضع نقول إيه؟ يوهم ظاهرها كذا، يوهم ظاهرها كذا، لكن لا يمكن أن يكون التناقض أو الإشكال إيه؟ حقيقيا، إنما هو متوهما، فيأتي العلماء الراسخون ويرفعون هذا الإشكال بما يوضحون من معاني الآيات الكريمات، لكن لا يمكن أن يقع على الإطلاق، مستحيل أن يقع تناقض أو تعارض بين آيتين، مستحيل. لماذا؟ لقول تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الآية الأخرى التي يوهم ظاهرها خلاف ذلك فهي قوله تعالى في حفصة وعائشة رضي الله عنهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فإذا نلاحظ هنا أنهما امرأتان مثنى، لكن قال إيه؟ قلوبكما. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما بالجمع. فهل المرأتان فيهما قلبان أم فيهما قلوب في جوفهما؟ قلبان. فهذا هو موضع الإشكال، إن ما جعل الله لرجل وبالمفهوم لامرأة من قلبين في جوفه، والآية بتقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هما اثنتان ومع ذلك عبر بإيه؟ قلوبكما. الجواب عن هذا قلوب، هو النظر هنا لكلمة قلوب، الظاهر أن يكون إيه؟ قلباكما، قلباني. الجواب من وجهين: أحدهما أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزءاه جاز في ذلك المضاف الذي هو شيئان الجمع والتثنية والإفراد، وأفصحها الجمع فالإفراد فالتثنية على الأصح سواء كانت الإضافة لفظا أو معنا. مثال: شويت رؤوس الكبشين. يجوز أن تقول شويت رؤوس الكبشين، ويجوز أيضا أن تقول شويت رأس الكبشين، رأس واحد، أو تقول شويت رأسي الكبشين. يبقى يجوز الجمع ويجوز الإفراد ويجوز الإيه؟ التثنية. فالمعنى: قطعت الكبشين رؤوسا وقطعت منهما الرؤوس. فإن فرق المثنى فالمختار الإفراد، يعني لو احنا قلنا هنا الكبشين، لكن لو كان المثنى مفرقا معطوفا واحد على الآخر ففي هذه الحالة الأفضل الإفراد: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ولم يقل على لساني، وإنما إيه؟
على لسان. لماذا؟ لأن المثنى هنا فرق، فالمختار الإفراد على لسان داود وعيسى بن مريم. وإن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه، يعني إذا كان غير جزئيه، فالقياس الجمع وفاقا للفراء. وفي الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قابل أبا بكر وعمر في الليل قال: ما أخرجكما من بيوتكما الساعة، ما أخرجكما من بيوتكما، فجمع بيوت. وقال أيضا مخاطبا فاطمة وعليا رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى مضاجعكما، إذا أويتما إلى مضاجعكما. وفي الحديث الآخر: هذه فلانة وفلانة يسألانك عن إنفاقهما على أزواجهما. وفي الحديث الآخر: وفيه ألهما فيه أجر، ولقي عليا وحمزة فضرباه بأسيافهما، نفس المثال. واعلم أن الضمائر الراجعة إلى هذا المضاف يجوز فيها الجمع نظرا إلى اللفظ، والتثنية نظرا إلى المعنى. فمن الأول قول الشاعر: خليلي لا تهلك نفوسكما أسى، فإن لها فيما دهيت به أسى. خليلي لا تهلك نفوسكما، ولم يقل إيه؟ نفسكما. خليلي لا تهلك نفوسكما أسى، فإن لها فيما دهيت به أسى. من الثاني اللي هو النظر إلى المعنى قول الشاعر: قلوبكما يغشاهما إلا من عادة، إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر. إذن هذا هو الجواب الأول، أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزءاه جاز في ذلك المضاف الجمع والتثنية والإفراد. الجواب الثاني ما ذهب إليه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، من أن أقل الجمع اثنان. أشهر شيء يستدل به من القرآن الكريم أو يستدل به من قال إن أقل الجمع اثنان، إيه الموضع في القرآن الكريم؟ حد من يكونش معاه كتاب؟ أيوة، أي موضع؟ في إن كان له إخوة، هي ظاهرة الجمع لكن يدخل فيها الإيه؟ في حكمها الأخوان. فهذا دليل من أدلة من قال إن أقل الجمع اثنان، يعني إذا المثنى هو يعتبر جمع بل هو أقل الجمع، زي اللغة الإنجليزية المثنى عمل معاملة الإيه؟ الجمع، مش زي العرب مثنى له ضمائر خاصة به أو أوضاع خاصة به. قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه صلى الله عليه وسلم أب لهم، لأن أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته صلى الله عليه وسلم لهم، واضح؟ وأزواج أمهاتهم فتستلزم أن الرسول عليه السلام هو أبو إيه؟ المؤمنين. هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام صرح به في قراءة شاذة وهي قراءة أبي بن كعب، لأنه يقرأها: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم أب لهم. وهذه القراءة مروية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. للإمام ابن القيم كلام رائع جدا في أبوة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، الأبوة الروحية أو الأبوة الدينية. من يعرف في أي كتاب؟ في كتاب طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين، تكلم كلاما رائعا يستحق أن تراجعوه. جاءت آية أخرى تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام والقراءة الشاذة، وهي قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فإذا هنا توهم التعارض، يعني لازم يكون في دقة في الكلام، توهم التعارض هنا بين إيه وإيه؟ أنا أريد دقة في الكلام. فالتعارض المتوهم هو بين ماذا وماذا؟ أحسنت، يبقى هو بين مفهوم قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، المفهوم اللي هو إيه؟ اللي هو دلالة من دلالة الالتزام، يعني دلالة الالتزام، لأنه يلزم من كون أزواجه أمهاتهم يلزم منها أنه أبوهم، ها؟ أنه أب لهم. فتوهم التعارض بين دلالة الالتزام في هذه الآية وبين قوله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الجواب ظاهر، وهو أن الأبوة المثبتة دينية والأبوة المنفية طينية. فالأبوة المثبتة هي الأبوة الإيه؟ الأبوة الدينية،
أنه أبوهم، بمعنى إيه؟ كما جاء في الحديث إنما أنا لكم مثل الإيه؟ الوالد. إنما أنا لكم مثل الوالد، لما كان يعلمهم أداب التخلي أو أداب الاستنجاء. إذن هذه الأبوة أبوة إيه؟ دينية، واضح؟ أما الأبوة المنفية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فهذه الأبوة المنفية هي الأبوة الإيه؟ الطينية، يعني بمعنى أبوة التناسل يعني والنسب، بدليل أن السياق في إيه؟ في نفي تبني الرسول عليه السلام لزيد ابن إيه؟ ابن حارثة. فيقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني من أحد الأبوة الطينية أبوة النسب، لكن هو أبوهم من حيث إيه؟ الأبوة الدينية. في هنا إشكال تاني بقى في سورة أخرى، إن بعض الناس هتقول طيب قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، إذن أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث الظاهر أمهات لنا، مع أن أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، لكن مع ذلك جاءت الآية الأخرى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب. هل الإبن يسأل أمه من وراء حجاب أو يتعامل معه من وراء حجاب كامل؟ طبعا هذا لا يكون. فإذن هنا إشكال أيضا، قد يقال كيف يلزم الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب، كيف هي أمه وكيف يسألها من وراء حجاب؟ الجواب هو أن الأمومة هنا ليست أمومة إيه؟ طينية، لكنها أمومة دينية نفس المعنى. فإذا وأزواج أمهاتهم في الإيه؟ في الحرمة وفي الاحترام، في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام، وليس في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن ونحو ذلك، والعلم عند الله تعالى. إذن أمومة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين هي أمومة إيه؟ هن أمهاتنا في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام. لكن هل يجوز الخلوة بهن؟ هل يترتب على ذلك حرمة بناتهن على المؤمنين كما يحصل مع الأم؟ طبعا لا. قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى آخره، يظهر تعارضه مع قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد. والجواب أن قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد منسوخ بقوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك. ترى أين الناسخ وأين المنسوخ؟ أحسنت. طب في موضع آخر في القرآن في نفس الشيء مشهور جدا أشهر من كده زي الشمس، كمل سورة إيه؟ البقرة، عدة المتوفى عنها زوجها. فمفروض أن الناسخ يتأخر عن الإيه؟ عن المنسوخ. فهناك موضعان في القرآن الكريم تقدم فيهما الناسخ على المنسوخ، من أحدهما في سورة البقرة في الربع المشهور اللي هو إيه بقى؟ والوالدات يرضعن أولادهن، والموضع الثاني هو هذا الموضع. فإن قوله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد منسوخ بقوله يا أيها النبي إن أحلن لك أزواجك، لكن الناسخ هنا أتى قبل المنسوخ. يقول والجواب أن قوله تعالى لا يحل لك النساء منسوخ بقوله إن أحللنا لك أزواجك، وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعين اللذين في المصحف ناسخهما قبل منسوخهما لتقدمه في ترتيب المصحف مع تأخره في النزول على القول بذلك، على القول بالنسخ. وقيل إن الآية الناسخة هي قوله تعالى ترضي من تشاء منهن، وقال بعض العلماء هي محكمة وعليه في المعنى لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد ما أحل الله لك النساء في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إلى آخره، فبعد ذلك لا يحل له النساء بعد ذلك، لا يحل لك النساء من بعد. فتكون آية لا يحل لك النساء محرمة ما لم يدخل في آية إن أحللنا لك أزواجك، كالكتابيات والمشركات والبدويات على القول بذلك فيهن. يقول الشيخ والذي يظهر لنا أن القول بالنسخ أرجح، وليس المرجح لذلك عندنا أنه قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم منهم علي وابن عباس وأنس وغيرهم رضي الله عنه، لكن المرجح له عندنا أنه قول أعلم الناس بالمسألة. إيه اللي خلاه يرجح القول بالنسخ؟ هل هو لأنه قول هذه المجموعة من الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، يقول المرجح أنه قول أعلم الناس بهذه المسألة، أعني أزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن حلية غيرهن من الضرات وعدمها
لا يوجد من هو أشد اهتماما بها منهن، فهن صواحبات القصة. معقول يعني من حيهتم ويكون صاحي أول هذه القضية أكثر من أمهات المؤمنين أو أكثر من عائشة رضي الله تعالى عنها؟ فطبعا معروف أن الزوجة أكثر من يهتم وينشغل بقضية أن زوجها يعني يتزوج عليها. فهذا هو المرجح، أنه قول أعلم الناس بالمسألة وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حلية غيرهن من الضرات وعدمها لا يوجد من هو أشد اهتماما بها منهن رضي الله عنهن، لأنهن صواحبات القصة. وقد تقر في علم الأصول أن صاحب القصة يقدم على غيره، صاحب القصة يقدم على غيره، طبعا يقدم في حالة الإيه؟ التعارض، حالة التعارض يقدم قول صاحب القصة على قول غيره. ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، على رواية ابن عباس المتفق عليها أنه تزوجها محرما، يعني حديث متفق عليه لابن عباس أن الرسول عليه السلام تزوج ميمونة وهو إيه؟ محرم. ومعلوم أن حالة الإحرام يمتنع فيها الإيه؟ عقد الزواج أو النكاح. فهنا جاءت روايتان، رواية ميمونة وأبي رافع أنه تزوجها وهو حلال، كان في حالة الحل كانش محرم. في رواية ابن عباس متفق عليها أنه تزوج وهو إيه؟ محرم. فالعلماء هنا في هذه الحالة قدموا رواية ميمونة وأبي رافع. لماذا؟ لأن ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها، كان هو السفير اللي تولى توصيل هذا الأمر، فصاحبة القصة والسفير الواسطة في هذه القصة هما اللذان أثبتا أنه تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما. فهنا تقدم رواية صاحبة القصة. فإذا علمت ذلك فاعلم أن ممن قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت رضي الله عنها ما مات صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، ما مات حتى أحل الله له النساء، أي ما معناها إيه؟ إن الحل باقي. وأم المؤمنين سلمة، أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم. ويشهد لذلك ما رواه جماعة عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وجويرية رضي الله عنهما بعد نزول قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.